مرحبا صبايا، كيفكم؟ كل سنة وانتو سالمين. ان شاء الله ينعاد علينا كل موسم بموسمه يا رب. هلا موسم مربى الورد، وراح نعمل مربى الورد مع بعض بطريقة كتير كتير سهلة. انا عندي طريقة كتير حبيت انه نعملها مع بعضنا وكتير سهلة. هلا نحن رح يلزمنا لمربى الورد، لكل كيلو ورد رح يلزمنا 3 كيلو سكر، معلقتين ملح ليمون، ملعقة صغيرة ملح، 7 كاسات مي. هلا أول خطوة رح نعمل فيها هي رح نفرط الورد. هلا بعد ما خلصنا فرط الورد رح ننخله مشان ينزل كل البذر الاصفر منه. صبايا هلا بعد ما نخلنا الورد رح نحط، انا طريقتي لا بدي افركه ولا بدي اطحنه ولا بدي شي نهائيا، بدي اتركه مثل ما هو. بحطه بالطنجرة ورح اسكب فوقه 7 كاسات مي، اسلقهم مع بعضهم، بعدين رح نحط السكر. اكيد رح نكون مع بعضنا خطوة خطوة. 7 كاسات مي هلا بنحطهم ينسلق الورد مع بعضه، رح نحط معه الملح ليمون معلقة واحدة. هلا انا باثناء السلق رح احط ملعقة واحدة من ملح الليمون، ورح اترك الملعقة الثانية لوقت السكر. انا هاي طريقة جديدة وسهلة كتير، ما بقى يصعب ولا على اي صبية انه تعمل مربى الورد مشان فركه الصعب. خليه ينسلق ومندوقه، منشوف وقت بيستوي، منشوف بعدين رح نحط السكر. صبايا هلا عم نسلق الولد، قلت لكم انا لا فركته ولا شيء، مثل ما هو عم بسلقه ومندوقه، بس يستوي بنحط السكر فوقه. بس ما تنسوا معلقه ملح ليمون مع سلقه. يعني شايفين كيف وقت حطيناه في الطنجره كانت الطنجره مليانه. هلا دبل وعم بنسلق شوي شوي، اكيد رح ندوق مثل كيف بناكله، رح ندوقه انه استوى رح نحط له السكر. شايفين لسه ما نحط السكر ولا نحط شيء، كيف طلع لونه لون المرأة حمرة. هلا بعد ما سلقنا الورد، يعني تقريبا اخذ وقت معي تقريبا 45 دقيقة بالسلق، وهلا راح نحط 3 كيلو سكر، راح نحط 3 كيلو سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كيلو وهذا كيلوين، لانه كان عندي الصحن ما وسع 3 كيلو. شايفين لونه قديش حلو، لسه ما تعقد ولا صار شيء. هلا بدنا نحط الملح الليمون الملعقة الثانية مع السكر مشان يدوبوا مع بعضهم، واكيد ما يسكر. نحن بتعرفوا ليش عم نحط الملح الليمون، مشان وقت ننقيمهم ما يسكر، وقت التخزين ما يسكر. ملح ليمون هاي الملعقة الثانية، أول ملعقة حطيناها مع سلق الورد، هلا مع السكر. شايفين لونه قديش حلو؟ هلا لسه ما داب السكر، بنروح وبنجي من تمام بنحركه لوقت ما يدوب السكر، وبعدين بنشوف وقت راح يستوي مع بعض. هلا صبايا نحن خلصنا من طريقة المربى، شايفين كيف صار؟ خلص سمك وتعقد مع بعضه، يا لطيف ريحته بتشق الراس. هلا اخذ معنا وقت تقريبا ساعة، ساعة وشوي كمان، حسب يعني انتي ما تشوفي سمكته. يا سلام
يا سلام، شايفين صبايا؟ ما بقى في داعي لا نفرك ولا نعمل ولا شيء. اي صبيه بتحب مربى الورد بتتكاسل وبتخاف من تعبه مشان فرك، هو اصعب شيء كان فيه الفرك. هلا خلص لقينا طريقه انه من غير فرك. هلا بدنا نسكر تحته وبدنا نحط الملح. يا سلام على ريحته، شيء بياخذ العقل. ريحته بتشق الراس، يعني ما بياخذ وصفة الحلبية راح يبقى بحسرة اللقمة الهنية. وإذا حبيتوا تابعوا كندوش الحلبية الأحية. هلأ لازم نكون محضرين جات مي، راح نحط الطنجرة فيها، يعني مي باردة أحسن. يا سلام، ولا أروع من هيك ريحة وهيك لون. صحتين وهنا على قلبكم وقلبنا. هلأ راح أفرجيكم يا صحن أبيض، اخذ شوي واسكب على صحن ابيض. شايفين لونه؟ يا سلام وطعم ولا اطيب. هلا هذا لسه سخن لانه، بس نحن عم نحكي بالنسبه انه ما فركنا. شايفين كيف طلع؟ نفسه كاني مفروك. هلا بعد شوي راح نجيب الجبنه الخضراء والخيار البلدي وناكل مع بعض. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من لايك، تابعونا خطوة بخطوة. وهلا خلصنا من المربى، طريقة طبخه، وهلا فينا مع بعض ناكل. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم. راح افرجيك رجاء صبايا يلي ما جربته ما تقعد تقلي انه هاي الطريقه بيصير ما بيصير، يعني طريقه ما بقى في اسهل منها ابدا ابدا ابدا. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم. يا سلام ريحته لوحده هي بتشق الراس. هاي مع الخياره كمان يا حلبيه، ذوقوا. واللي ما راح ياخذ وصفة كندوشة الحلبية الأحية رح يبقى بحسرة اللقمة الهنية. صبايا بس يا ريت إن شاء الله تختاروا لون الورد يكون منيح، لأنه هو لونه يلي هلا بيطلع نفس الطعم، بس بجوز اللون معكم يختلف لأنه بيكون من نوع الورد. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالإعجاب واللايك والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل شي جديد. تين وهنا على قلبكم وقلبي. إلى اللقاء بفيديو تاني إن شاء الله.